يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، هل المراد أنه منهم حقيقة؟ فإذا تشبه بكفار فيكون كافرا على الإطلاق؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث: أقل أحواله أنه يدل على تحريم التشبه، وإن كان ظاهره أنه يدل على الكفر. فالتشبه يختلف، أحيانا يكون كفرا، وأحيانا يكون فسقا، وأحيانا يكون معصية، يختلف، نعم، اختلاف أنواعه، نعم.